بيبدأ فيلمنا النهاردة مع فليب وإدريس وهم راكبين عربية، وبيكون إدريس سايق العربية بسرعة كبيرة والشرطة بتجري وراه، وإدريس بيراهن فليب على 100 دولار إنه هيهرب من الشرطة، لكن الشرطة بتحاصره. وهنا بيقول إدريس لفليب إن هيخلي الشرطة توصلهم وتفتح لهم الطريق كمان، ولما بتوقفوا الشرطة بيكذب عليهم وبيقول لهم إن معاه راجل كبير عنده سكتة دماغية ولازم يروح المستشفى، والضباط بيصدقوا وبيخلوه يمشي. ومش بس كده، ده بيفضلوا وراه ويوسعوا له الطريق كمان لغاية ما يوصل للمستشفى. لكن طبعا إدريس أول ما الشرطة بتمشي بيخلع، وبنرجع شوية لورا وبنشوف فيليب والمساعدة بتاعته مجالي، وهم بيعملوا انترفيو عشان يلاقوا مساعد مناسب لفيليب، واللي بيكون عنده شلل كلي ومش بيقدر يحرك أي جزء من جسمه، ومش بيلاقي فيليب أي شخص مناسب ليه لأن كل المتقدمين للوظيفة جايين بس عشان الفلوس، وكمان بيتعاملوا معاه على ان هو عيان او حاسين بالشفقة ناحيته. وبيدخل هنا ادريس الانترفيو وبيقول لهم ان مش عايز الشغلانة دي، هو بس عايز امضى منهم ان اترفض في الانترفيو عشان ياخد الاعانة من الدولة. لكن فيليب بيقول له تعالى، وبيروح ادريس البيت مع اخواته، بيكون بيتهم متواضع وظروفهم المادية صعبة، وبيقابل امه وبيديها بيضة ذهب وبيكون سارقها من بيت فيليب، لكن أمه بتقوله إن بقاله 6 شهور بره البيت وبتطرده، وبيكون مفيش مكان ينام فيه. وتاني يوم بيروح بيت فيليب وبيقابل إيفون اللي بتعرفه على البيت وبتوريه أوضته اللي هيعيش فيها اللي بتكون نظيفة قوي. وبيشوف إدريس فيليب وبيقوله إنه هيجرب الشغل لمدة شهر، وفيليب بيقوله إنه مش هيكمل أسبوعين. وبيتعلم إدريس إزاي يتعامل مع فيليب وإزاي يشيله وإزاي يحميه ويغير له هدومه، وبيتعلم إدريس كل ده في الأول طبعا عمل غلطات لكن كان بيتعلم من أخطائه. ولما بيعرف إدريس إن فليب مش بيحس بأي ألم في جسمه بيكب مية سخنة على رجل فليب اللي طبعا مش بيحصل له حاجة. وفي يوم بيتعب فليب بالليل وبيكون معاه إدريس اللي بيعمله كمادات، وبعد كده بيلبسه وبيخرجوا عشان يتمشوا شوية ويشموا هوا، وبيكون فليب مبسوط قوي. وبيقعدوا في مطعم وبيحكي فليب لإدريس إيه اللي حصل له، وبنعرف إن فليب كان بيحب القفز بالمظلات، ومراته بيجي لها مرض خرطير وبتكون هي حزينة وبيكون مش عارف يعمل لها ايه عشان يبسطها، فبيقرر انهم يقفزوا بالمظلات، لكن الرياح بتكون شديدة وبيقع فيليب وبيتشل كليا. بس فيليب بيطلع مفتح وبيقول لإدريس ان رجع البيضة الذهبية اللي خدها من بيت فيليب لانها كانت هدية من مراته الميتة، وبيراسل فيليب واحدة واسمها إلينور بس طبعا عن طريق الجوابات، مع انها كانت بتبعت رقم تليفونها على امل ان فليب يكلمها، بس فليب بيكون مش عايز يعرفها ظروفه. ولما بيعرف ادريس بياخد التليفون ويكلمها عشان ياخد له ميعاد منها، ورغم ان فليب بيرفض لكن ادريس بيكلمها وبيحدد معاها ميعاد فعلا، وبيروحوا مع بعض حفله موسيقيه، لكن ادريس بيقعد يهزر ويضحك مع فليب ومش بيركزوا في الحفله، وبيكون تاثير ادريس ايجابي جدا على فليب، وكمان بيقول له ان لازم يشد شويه على بنته لانها في سن المراهقه. وبيروحوا جلسات مساج وبيخلي ادريس البنات تعمل المساج لودن فليب لان ده العضو الوحيد اللي فليب بيحس بيه، وكمان بيشربوا حشيش. وبيكون فليب مبسوط قوي مع ادريس لان ادريس قعدته حلوه ودمه خفيف، وكمان مش بيعامله بشفقه، وطبعا لانه مش زي قرايبه اللي مستنيينه يموت عشان يورثوه. وبيجهز فليب عشان هيقابل إلينور، وبيختار ادريس ليه لبس، وبيستنى فليب في المطعم مع ايفون لكن إلينور مش بتيجي، وبيزهق فليب وبيكون متضايق وبيمشي. لكن وهو ماشي بتيجي إلينور وصلت المطعم، لكن فيليب مش بياخد باله، وعشان إدريس يخرجه من الزعل بيسافروا يتفسحوا مع بعض. وبيقرر فيليب إنه ينط بالمظلة مع إدريس اللي بيكون خايف في الأول لكن بعد كده بيحب الموضوع. ولما بيرجعوا البيت بيلاقي إدريس أخوه مستنيه هناك وإن أخوه في مشكلة، وبيستأذن إدريس فيليب إن أخوه يقعد معاه، وبيحكي لإدريس إن ده مش أخوش إيقو وإن هو أصلا من السنغال وعمه ما كانش بيخلف وبياخده معاه في فرنسا، ولما عمه بياخده معاه بس عمه بيخلف عيال كتير وبتبقى ظروفهم صعبة. وبيحس فليب ان اخو ادريس جاي عشان ياخد اخوه يمشي، لان اكيد ادريس مش هيقعد معاه باقي حياته في خدمة شخص مشلول. وبيودع ادريس كل الموجودين في البيت وخصوصا مجالي اللي كان بيحاول ادريس يقرب ليها، لكنها بتطلع مرتبطة بواحدة وادريس بيقفل منها، وبيرجع لحياته القديمة وبيحاول يصلح مشاكل اخوه وانه يلاقي وظيفة مناسبة. وبيكتئب فيليب من غير إدريس ومش بيعرف يتأقلم مع أي مساعد غير إدريس، وحالته النفسية بتسوء. وفعلا بيرجع إدريس وبتتحسن نفسية فيليب جدا، وبياخد إدريس فيليب في مطعم وبيقوله إنه في حد جاي يقعد معاه، وبيسيب له البيضة اللي خدها من القصر وبيمشي. وبيفتكر فيليب إدريس بيهزر
لكنه بيتفاجئ بإلينور جاية تقعد معاه وبيكون مبسوط جدا وسعيد. والفيلم ده بتكون أحداثه مستوحاة من أحداث حقيقية فعلا، وبنعرف إن اسم إدريس في الحقيقة عبدول، والفيلم بيخلص على كده.